لي في المغرب باننا حنايا وليدات ضاعوا هذه شهرين. واش سعاده الوزير فقتي من نعاس وقلتي نظام اساسي؟ واش عرفتي بان هاد التلاميذ اللي ضاعوا بالسبه ديالك، هاد التلاميذ اللي انهم عندهم موحد انت هو السبب، التلاميذ اللي باغي تشردهم انت هو السبب، التلاميذ اللي بغيتي انت تخرج عليهم انت هو السبب؟ شنو هو ان الانسان يشوف من ضمن هذاك الشيء اللي طالب الاستاذ؟ هذاك الاستاذ حتى هو الا ما كانش الاستاذ راه ما كاينش التلميذ. كنقول لك سعادة الوزير يعني خذ واحد الوقت اللي تاخذ فيه القرار في اسرع وقت، لان التلاميذ راهما ضاعوا، راه التلاميذ ضاعوا. وشكرا. السلام عليكم. حنايا هنايا محتاجين على حسابات الاضرابات اللي كاينه على وليداتنا. دابا حنايا بغينا الحل، الحكومه خاصها تجبرنا الحل. ثانيين غادي يبقى هذا الشيء؟ راه ثلاث شهور وليداتنا جالسين ضايعين، زعما صراحه الله هذا الشيء هذا زاد عن حده بزاف، وبغينا الحل لوليداتنا لان هذا الشيء كيألم. وليداتنا جالسين وكنطالب من الوزير انه يجبر الحل، لان الدوله مسؤوله على تشرد ولادنا اذا تشردوا، وعلى الازمه اذا تازموا، وعلى كل شيء صراحه، لان هذا الشيء زاد على حده بزاف. كل شيء غلا، كل شيء قهرونا، الشعب مقهور، ودابا كيزيدونا في الظلم لوليداتنا. هذا ظلم، ولادتنا جالسين في الدار ثلاث شهور، هذا ظلم كبير. وكنطالب من الوزير انه يجبرنا الحل، وهذا الشيء اللي كاين زعما الله ياخذ الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. حنا كأمهات في مدينة طنجة فاض بنا الكيل، ولينا داخلين على امتحانات، الدروس ما كاينينش، وليداتنا خاويين. كنساندوا الأساس في جميع المواضيع ديالهم، لأن الأب الثاني ديال وليداتنا هو المعلم، وبغينا أن هذا التعليم عن بعد ما يكونش، لأن كانت خطة فاشلة في كورونا، خدمنا بالتعليم عن بعد 6 شهور وفي الأخير خداونا بالنقطة المعلم. بغينا المعلم يكون داخل القسم، وليداتنا يقراو مع المعلمين ديالهم، لأن ما يمكنش التعليم غيكون عن بعد وبلا امتحانات، فغيكون التعليم امتحان داخل القسم. بغينا التعليم داخل القسم، وبغينا الامتحان داخل القسم، ويكملوا ولادنا السنة الدراسية ديالهم طبيعية. بغينا هاد المهزلة توقف والدراسة تكون طبيعية. الله يجازيكم بخير. قدمنا الجهد، كل نهار خارجين، كل نهار انتفاضة، كل نهار احتجاج، كل نهار وقفت، كل نهار خرجت. بغينا الحقوق ديال وليداتنا باش يكونوا وليداتنا داخل الأقسام، بغينا وليداتنا يقراوا داخل الأقسام ديالهم. صراحة عينا وبزاف عاد، هذه طالعة في ثلاث شهور دابا وليداتنا بلا قراية. كاين بعض المادات اللي باقي الكتبة ديالهم بويض، كاين اللي فيها درس، كاين اللي فيها غير نص ديال الدرس، وحنا داخلين على امتحانات. هذا لا يعقل، هذا لا يجوز. كنترجوا الله في سيدنا يسمع نداء ديالنا، ويسمع نداء هاد الامهات وهاد الاساتذه، ويعملوا لنا حل، ويكون حل مستعجل باش وليداتنا يرجعوا للاقسام ديالهم، يكملوا الدراسه، وما تكونش عليهم سنه بيضاء او لا يتمتحنوا بلا دروس. خصنا وليداتنا دروس وامتحانات ونكملوا سنه طبيعيه ان شاء الله. وشكرا.